اهلا بيكم حبايبي. النهارده ريفيو جديد ومكان جديد ومكان مميز جدا. احنا موجودين في حمام الملوك فرع المنصوره. اخيرا فتح حمام الملوك فرع عندنا في المنصوره. المكان موجود في شارع الجمهوريه في وش مول النصر الرياضي. لو انت جاي من قدام هنا مول النصر وقبل فيلا غيس على طول. عايزه اقول لكم المكان وهمي وتحفه. الناس بقى اللي تعبانة ومرهقة وتعبت من الروتين بتاع الحياة وحابة بقى تستجم وتغير المود بتاعها، زهقانين كسلانين مش عارفين نسافر وحاسس ان انت مكتئب، الجو حر وحابب تعمل بقى ريفرش للحياة. الناس العرايس برضو وحابين بقى يعملوا حاجة قبل الفرح ويزبطوا الدنيا. المكان هنا متخصص في ناس فعلا متميزين فاهمين شغلهم. في طبعا أحدث التجهيزات وأفضل خامات والخدمات اللي موجودة. عايزه اقول لكم انتوا هتتبسطوا جدا جدا وهتنتعشوا جدا. مجرد بس انتوا تتفرجوا على المكان، مكان حلو زي ما انتوا شايفين، مجهزينه فعلا بشكل شيك جدا جدا من غير ما تحتاري ومن غير ما تلفي وتدوري على اي مكان. الحقيقه انا انصحكم تجربوا المكان. ما شاء الله، يعني تقريبا كل حاجه هتحتاجيها في قسم العنايه بالبشره، عنايه بالجسم، مساج، كل الحاجات دي هتلاقوها ان شاء الله موجودة هنا. هدخلكم على فكرة كل الاقسام وهنعرف ايه الحاجات اللي موجودة والخدمات اللي بيقدموها. بس حابة ان احنا ناخد كده فكرة سريعة عن المكان عشان تبقوا اتعرفتوا عليه. احنا موجود هنا في الريسبشن. عايز اقول لكم المكان مش بس ستات، لا كمان في شفت للرجال بيعملوا حاجات حلوة جدا جدا. انصحكم تيجوا في اقرب وقت، لان الحقيقه فعلا انا ما توقعتش ان في مكان حلو زي كده في المنصوره. يلا بينا ندخل ونتفرج على المكان. احنا دلوقتي موجود قسم السكين كير. احنا هنا موجودين. عايز اقول لكم هم انا بيعملوا انواع مختلفه من السكين كير، تقدري تسالي عليها وتقعدي مع المختص ويحدد لك المناسب ليكي او يحدد لك المناسب ليك. زي ما انتم شايفين مكان تحفه، وحقيقي فعلا مجرد بس انا اتفرجت على المكان حسيت فعلا ان انا يعني استرخيت كده وانتعشت. دي هنا الاوضه الخاصه بالسكين كير، وعلى فكره في كام اوضه مش اوضه واحده. يعني انا موجوده هنا في المكان بوريكم حتى التفاصيل اللي موجوده عشان تبقوا اتفرجتوا على المكان قبل ما تيجوا وتبقوا مطمنين. هم هنا مهتمين جدا جدا بكل حاجه وكل التفاصيل اللي هتحتاجيها على اعلى مستوى. حقيقي 5 ستار، شابو ليهم جدا جدا على المكان وعلى اختيارهم فعلا لكل حاجه في المكان. هنا القسم الخاص بالبادي كير زي ما انتم شايفين، حقيقي قاعده تحفه. انت هتيجي تنبسطي جدا 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 وهتقابلي ناس حقيقي هتفرحك، وهتعاملي هنا مع ناس كل الستاف حقيقي ممتازين من اول الريسبشن لغايه الناس اللي هتشتغل معاكي، تحفه. برضو عشان ابقى دخلتكم كل الاقسام هدخلكم هنا في قسم الهير كير. اللي حابب بقى يعمل صبغه، بروتين، كل حاجه الحقيقه متوفره عندهم بكل التفاصيل. تقدروا تتواصلوا معاهم اي حاجه انتم محتاجينها بيقدموها ان شاء الله. مختصين وناس فعلا مميزه جدا جدا. بعد ما خلصنا البيوتي كير بقى ندخل على السبا. عايزه اقول لكم ان هم عاملين عروض حلوه جدا جدا، يا ريت فعلا تسالوا عنها لان عروض وهميه ومش هتلاقوها في اي مكان. ندخل بقى واخر مكان. احنا موجودين دلوقتي في السبا. ان شاء الله هنشوف القسم الخاص بالجاكوزي والستيم روم والساونا عشان ابقى اوضح لكم المكان كامل. زي ما انتم شايفين هم مجهزين المكان على اعلى مستوى. الناس اللي بتعاني من التوتر والاجهاد محتاجين تجددوا الدوره الدمويه وتنشطوها. عندك شويه الام في العضلات، كسل، محتاج بقى تعمل استرخاء تام، انصحكم جدا جدا تيجوا المكان. هتحسنوا جدا المود بتاعكم وهتحسوا فعلا بفرق بعد ما تخرجوا من المكان. ان شاء الله يحصل كل اللي انتم متخيلينه، تنشيط دورة دموية، استرخاء تام،
فعلا هتعيش معنا معاني الرفاهية وانت موجود في المكان. اخر حاجة موجودة الساونا والستيم، طبعا الناس اللي بتدور على اذابة الدهون بقى عشان الدايت وكده، المكان هنا هيساعدك ان شاء الله. وبرضو الناس اللي بتدور على توسيع مسام الجلد وتقضي على طبقات الجلد الميتة، هنا المكان حلو جدا وهيصفي ذهنك وتحس ان انت فعلا هديت واسترخيت كده استرخاء حقيقي. احنا موجودين هنا برضو في اخر حاجة، هو الحمام المغربي والتركي، ده المكان الخاص بيهم. انا تقريبا كده خلصت لكم كل حاجة في المكان. اللي حابب يسأل على اي تفاصيل شرفوهم هنا، هيساعدوكم، وفي ناس متخصصة اي حد بيعاني بقى من اي اعراض بيقولهم انا محتاج كذا كذا، ان شاء الله هتقدروا توصلوا لكل اللي انتم محتاجينه. يا رب النهاردة الفيديو يكون مميز وجديد ويكون عجبكم، وهسيب لكم بقى الارقام للتواصل.